رسول الله الآن نطبق صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم अब हामीले त्यो वजु कसरी गर्ने भनेर यो के अरे व्यवहारिक रूपले देखाउने हो शेखले تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كذلك الصحابة كانوا يتوضأوا أمام الناس ومنهم أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه यो वजु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बनाउनु भयो र उनपछि सहाबाले बनाउनु भयो र अहिले देखाउन जुन शेखले देखाउनु हुन्छ यो हजरत उस्मान रदिल्लाहु तआला बाट पनि साबित छ نعم اول شيء لابد ان ينوي بقلبه ينوي بقلبه सबभन्दा पहिलो कुरा अनिवार्य के छ भने आफ्नो हृदयमा मान्छेले नियत गरोस् वजुको सम्मा युसम्मी यकुल बिस्मिल्लाह त्यसपछि बिस्मिल्लाह पढोस् सम्मा युस्तहब लहु अन यगसल अलकफैन त्यसपछि आफ्नो हातकिला दुईटै धुना सुन्ना इस्तिहबाब सुन्नत छ मुस्तहब लकिन اذا استيقظ من نوم الليل يحرم عليه ان يدخل اليدين داخل الاناء قبل ان يغسل الكفين ثلاث مرات तर यदि कोही निन्द्राबाट बिग्रिन्छ त्यो माथि हराम छ कि उसले आफ्नो हात पानीमा हालोस् जबसम्म उसले नधोसकोस् يعني لا يمكن ان يدخل يديه في الاناء هنا اذا استيقظ من نوم الليل حتى يغسل الكفين ثلاث مرات يعني निन्द्राबाट बिउजेपछि तीन चोटि हात धुन जरुरी छ त्यो हात धुनुभन्दा पहिला पानीमा हात हाल्ने भने त्यो हराम हो فماذا يصنع ياخذ هكذا ويغسل الكفين ثلاثه يسرين हात धुन्यो قبل ان يدخلهما في الاناء पानी में हालने हाला इज स्टेकद मिन नौम अल लैल यो राति को निद्रा बाट जो बिउ दिन्छ पहिला हात यसरी निदुने हो भन्दा पहिला हात यसरी निदुने نعم اذا ينوي بقلبه पहिला त्यति नियत गर्ने यो सम्म यقول بسم الله दोस्रो नियत गर्ने بسم الله गर्ने हो يغسل الكفين استحبابا الا في نوم الليل وجوبا ثلاث مرات हात धुने हो यो हात धुन सुन्नत छ तर जो निद्राबाट बिउजिन्छ रातिको निद्राबाट उमाथि वाजिब छ कि उसले हात धोस् आफ्नो सम्मा याखुद हफना मिन मा बियदिहि अल्युमना एक 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 चाक पानी दिनु पर्छ हातमा सम्मा युदखिल अल्मा फी फी त्यसपछि आफ्नो वयसहब अल्मा बिमिन खरय त्यसपछि आफ्नो मुखमा पानी हालेर आफ्नो नाकबाट पानी तान्ने हो एउटैमा युदिर अल्मा फी फी यतमदमद र आफ्नो मुखमा हालेर कुल्ला गर्नु ويستنثر بان يخرج شيء من الهواء مع استعمال اليد اليسرى هناك بلا بالتين بيستاري هواني كاليرا ناك صفا غنيو حفنا من ماء يكسر من يسري يتمضمض ويستعمل يده اليسرى في الاستنثار يسري يعني يكسر من ليرا هاتما پہلا مخ مالنيو كلي غرنيو تسوتي تي پانی ناك ما چھراونيو اني باي هاتلي تو ناك صفا غنيو نعم ثم مره او مرتين او ثلاث مرات وقال ايش تجي بني غنصه سمانتله دو جدي بني شرم سيما كيو تين تي ثم يغسل الوجه من منبت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن ومن شحمه الاذن شحمه الاذن الوجه مع ما استرسل من اللحيه سمانتله احنا نيدار کو ٹپا دہی تھوڑی سما پورا راہنو یو کان کو شروع دہی یو ار کو کان کو لاسٹ سما پورا مانسله احنا دینے ہو نعم يعني الان يستطيع يدخل يده في الاناء يغسل الوجه نعم مع اللحيه يعني احنا داري جوس داري سا داري سنگي پورا انوار ہوئی نو نعم ثم مره او مرتين او ثلاث مرات ريوبني ایک چوٹی گروس دو چوٹی گروس اور چرم سیما کیو تین چوٹی گروس ثم يغسل اليد اليمنى من اطراف الاصابع حتى يستوعب المرفقين त्यसपछि आफ्नो दायाँ हात धुने हो र दायाँ हात यो औँलाको सुरुबाट कर्पुसको लास्टसम्म गर्ने हो لا يغسل هنا العضد आफ्नो यो पाखुरा धुने होइन نعم يعني ياخذ هذه الحفنه من ماء يسرني وبهذا يغسل حتى المرفقين يعني نعم يو كربوتسما پانی आउन जरुरी छ यो कर्पुसमा पूरा اليد اليمنى ثم اليد اليسرى اليد اليمنى يبني انت كرس ثم اليد اليسرى نعم كويني والله نعم كويني من يا كويني سما هات धुने जरुरी छ لابد يستوعب المرفقين دون ان اشعر في العضد يو باغور ما چلون ضروري छैन आफ्नो कुइन सम्म गरे भने काफी छ اليمنى ثم اليسرى پہلا دائما گرنے تو سچ بائما گرنے نعم مع المرفقين يو دبائے بایا پنی يو کوئی نہیں سم دھونا ضروري छ ثم يمسح لا يغسل الراس مسح لا غسل يعني تفتي आफ्नो टाउको को मसाज गर्ने हो र मसाज गरे माने के हो कि पानी लिएर छुने मात्र हो धुने होइन يبدا بمقدمه الراس الى قفاه आफ्नो सुरु टाउको को सुरु देखि यो गुद्दी को लास्टसम्म गर्ने हातले जाने हो ثم يعود مره اخرى त्यसपछि फेरि त्यो आफ्नो हात टाउको को सुरुमा ल्याउने हो ويدخل سباحتين في صماخي اذني आफ्नो यो सुरु को यो सबाबा जसले भन्छ यो आफ्नो औलामा हात हाल्ने हो ويمسح بالابهام ظاهرهما र आफ्नो यो औठाले यो कानको पछाडि भाग मसाज गर्ने لا ياخذ ماء جديد للاذنين لا र यो कानको मसाजको लागि नयाँ पानी दिन होइन बरु जुन पानीले टाउको मसाज गर्यो त्यही पानीले कान पनि मसाज गर्ने ولا يمسح الرقبه र आफ्नो गर्दनको मसाज गर्छन् हामीले त्यो गर्नु हुँदैन نعم الان
يغسل الرجلين لكن إذا كان على الرجلين جوربين ولبسها لبسهما على وضوء كامل ثم لبس له أن يمسح 24 ساعة وهو مقيم 72 ساعة وهو مسافر 72 ساعة نعم ثلاثة أيام بلا يدي يدي ترى يدي كسل يعني وضوءك على ما موزة لقاته هنا تو يدي يات رمضان هنا وصلي يعني وصلي 12 ساعة مسافر كنا سكت ترى يدي كوي وعي درات رمضان هنا 72 ساعة وصلي مسافر كنا سكت نعم لا أن يمسح إما أن يمسح بهذه الطريقة هكذا يسري بني كنا سكت بحالة طريقة أو يمسح أول على اليمنى ثم على اليسرى. رأي أركو طريقة كيف هني؟ بولا دائما قرني ولا أركو باين. هذا إذا لبس الجوربين على وضوء كامل غسل الرجلين بالماء. يو كتي بلاو جبا وصل موزا بولا شتي وضوء بس بلا كو. وإلا يغسل. يدي وصل وضوء كو بلا موزا لاسا سا وضوء ما موزا لاسا نه هني وصل بورا موزا خلي را خطا دنيا. يغسل الرجلين مع الكعبين. उसले दुईटा हड्डी सम्म के रे आफ्नो खुट्टा दुने हो نعم واستحب له ان يخلل بين الاصابع بخنصري र आफ्नो यो के कुन हुन हुन्छ ले कान्छिया वाला ले आफ्नो खुट्टाको औला बीच खलाल गर्न जरुरी छ نعم دون ان يغسل الساقين يا आफ्नो साक यानि यो आफ्नो यो के पाको के हुन्छ ले نعم गोली गाको सम्म पानी पुर्याउन जरुरी छैन دون ان يغسل الساقين نعم يمنى ثم اليسرى. فإلى دائما تصلي بايا بايا ورنا. يقتصد في استعمال الماء. رباني كم سكم استعمال قرنا. لأن بعض الناس يعني شوف ما استغرقنا شيء قليل من الماء هذا السنة. لا نسرف في استعمال الماء. كم سكم باني بريوق قرنا يسنة ترى رباني دري يوز قرنا أو رباني دري بريوق قرنا يو جالس هنا. بعض الناس يأتي يتوضأ يفتح هكذا ويبدأ يتكلم. يغسل قليل ويترك هكذا لا هذا حرام هذا اسراف كل ما انت دارا خليرا اتو تا كورا غرسن بس تاي ستاري زغرسن يو حرام تخفض الماء هكذا قليلا وتبدا تتوضا قليل هكذا يكفيك للوضوء دارا القدي خليرا تسمع وضوء انا شروع نعم بعد ان ينتهي من الوضوء ياتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وضوء سكاي بسي دون دعاء ثابت وضوء بسي تو نعم الان انا توضات وضوء كامل إذا لبست الآن الجوربين لي أن أمسح عليهما مدة يوم كامل يوم وليلة 24 ساعة يعني من الآن لبست بعد المغرب مثلا توضأت ومسحت عليهما لي أن أمسح إلى مغرب يوم الاثنين اليوم الأحد هذا بالمسافر مقيم أي مقيم طيب. نعم الشيخ اللي جستك اللي بورا وجوه نوه الشيخ اللي أيلي مزالا ونوه يباني شيخلي بوليكو مغرب بلا سما مساغا نصغنو نسا أما المسافر له أن يمسح ثلاثة أيام بلا ليه يعني 72 ساعة يو يدي كوني ياتر ما تهني كوني مانشي شيخلي بحتر غنطة مساغا نصغنو يعني إلى يوم الأربعة له أن يمسح يعني أولا دهي ولا بودكو دين سما مساغا نصغنو والله أعلم صلى الله على نبي محمد وآله وصحبه وسلم الله صدق ونسا وصلى الله على نبينا محمد